ورجعنا لكم بعد الفاصل، بعد الفقرة الأولى اللي كنا بنتكلم فيها مع مستر مصطفى عن منتج الجرين بيرن، وللتواصل قلنا الأرقام موجودة. دلوقتي معادنا مع الموهبة الفنية ذو مذاق راقي جدا من تواشيح وأغاني قديمة وجديدة، كل ده هتوضحه لنا ميادة هشام. يلا نرحب بيها. ازيك يا ميادة؟ أهلا بيك، شرفتينا في الاستوديو. تمام الأخبار؟ تمام تمام الحمد لله. هتمتعينا؟ ميادة مفاجأتنا النهاردة أساسا يعني للجمهور. قبل ما نبدأ ونقول مين ميادة ونتكلم والكلام ياخدنا، تيجي نغني حاجة كده؟ أوكي يلا بينا. نقول غني لي شوي شوي. غني لي شوي شوي. غني لي شوي شوي، غني لي وخد عيني، غني لي شوي شوي، غني لي وخد عيني، خليني أقول الحان تتميل لها السمعين وترفرف لها الغصان النيجس مع الياسمين وتسافر بها الركبان طويل البوادي الطاي شوي 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 شوي. غني لي غني وخد عيني. الله، انا عايزه اقول لك ان انت لما طلعتي الطلعه حسيت ان انا بقشعر. انا عايزه اقول لك ان احنا مش هنتكلم، احنا نقعد نغني بس. مين ميادة هشام؟ ميادة هشام كنت عاديه جدا خالص، ما كانش اصلا اعرف ان انا صوتي كويس. كنت تمام لحد كده ثانويه عامه، واخده بقى الموضوع جد، دراسه بقى ومفيش تفكير ولا انتباه لاي هوايه او موهبه، مركزه في الدراسه وبس وكده. وبعدين دخلت الكليه، الموضوع بقى بدا يخف شويه غير حمل الثانويه العامه بالظبط. فبدات بقى ان انا يعني خلاص بقى الموضوع النفس. عادي فكنت قاعده بقى مع اصحابي في الكليه قاعدين عادي، بندن عادي جدا وكده، فقالوا لي ميادة صوتك كويس، صوتك حلو كده. فقلت لهم تمام عادي بقى، مفيش حاجه، مفيش غرض اصلا او هدف. فقالوا لي لا بجد صوتك حلو، لازم حد يسمعك، لازم نروح نقدم في حاجه وكده. فرحت قلت لهم مش في دماغي هقدم فين او كده. فقالوا لي لا لازم تعالي ناخدك لايه، رعايه الشباب لكورال، في مايسترو هناك هو اللي بيدرب الكورال، وهناخدك هناك ونسمعك، ونسمع صوته ليك، نسمع صوتك ليه. فروحت هناك وكده، فسمع صوتي قال لي لا تمام انت معانا، خدي اغنيه ام كلثوم دي، احفظي ام كلثوم، انا صوتي كويس بس يعني احفظي، تطلع ام كلثوم مقامات. لا احفظي على بلد المحبوب لام كلثوم. تمام. فما كنتش اعرف بقى وكده، بحثت عنها ورحت سمعتها وحفظتها. ف رحت بقى غنيت اول حفله للكليه في الجامعه، طلعت بالاغنيه بالمقامات والوقفه وكل حاجه فيها، وكانت اول وقفه ليا على المسرح بقى وكده. فكان في الحفله دي مايسترو كبير، هو استاذ دكتور محمد عوض، ده استاذ ماده العود في معهد الموسيقى العربيه. تمام. هو يبقى بابا زميلتنا وكان حاضر الحفله. تمام. لينا، فسمع صوتي وكده، بعد ما خلصت سلمت عليه وكده، يا دكتور ايه راي حضرتك وكده، قال لي انت خامه صوتك ممتازه بالظبط، عايزه تتدربي بالزبط. عايزه تدريب. فطبعا ده كان اول مره ليا اغني، فطبيعي جدا ان انا كان لازم اتدرب. ف لما نقول ان اصحابك هم اللي ودوكي لكده وهم اللي شجعوكي، البيت كان رايه ايه؟ ده كان مشجعني جدا. ما كانوش لابسين الموضوع ده اصلا عندك؟ لا يعني اللي هو انا بتكسف، انا بطبعي حد يعني بتكسف جدا من وانا صغير. فكنت بكسف اعمل اي حاجه، اعلي صوتي اعلي صوتي في البيت حتى، كنت بكسف جدا. فبابا بقى عارف بجد، اصلا بابا يعني مسميني مياده اصلا عشان كان بيحب مياده الحناوي. وشرايط بقى بتغني ليها؟ ما مش قوي، مش حافظه لها حاجات كتير. طب ايه اللي انت حافظه لها ليه؟
مش محضره دلوقتي الحقيقه. طب نقول الاغنيه اللي هي اول اغنيه طلعت بيها على المسرح بتاع الجامعه، على بلد المحبوب. على بلد المحبوب لما بيشوف ميادة بيقول لها انا عايزك تدندنين الحته دي، بحبها فيكي قوي. لا المايسترو، انا من ما هو بقول لحضرتك، من بعد ما قابلت المايسترو واتدربت معاه بقى، قعدت سنه ونص معاه، انا صوتي اتنقل من مرحله، من نقله لنقله ثانيه، لمرحله ثانيه خلاص بقى. يعني كان صوتي في مساحه معينه، في طبقه الصوت وسعت طبعا. وهو قال لي يعني من اول مره خالص، قال لي صوتك مع التدريب. قلت له ده انا امكانيات، وانا انا اعرف امكانياتي اكتر. ميادة بتدندن ازاي؟ طيب ميادة عايزين ميادة نسمع. هدندن. بتدندني بتقولي ايه؟ ايه الاغنيه اللي انت بتدندني فيها؟ حاجات كتير. ايه شمس يا منوره غيبي مثلا. المايك يا ميادة وتفضلي. يلا يا ميادة الاستوديو استوديوك ومكان مكانك براحتك. طب نقول يا مسهرني ولا يا شمس يا منوره غيبي؟ الاثنين هنقول كل حاجه. يا شمس يا منورة غيبي، وكفاية ضيك يا حبيبي. يا شمس يا منورة غيبي، وكفاية ضيك يا حبيبي. وودي يا ليالي وجيبي، ولا لاقي زيك يا حبيبي. عمرك يا دنيا ما تخليبي، طول ما هو ساكن في قليبي. عمرك يا دنيا ما تخليب، طول ما هو ساكن في قليبي. عشقه ودفي دباديبي، مكتوبي هو ونصيبي. حبيبي 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 حبيبي. ما انت دراستك ايه؟ انا كليه زراعة جامعه عين شمس، قسم علوم اغذيه. لو كنت اكتشفتي موضوع الغنى بدري شويه قبل الكليه، كان ممكن تتجهي اتجاه تاني؟ ممكن، لان بابا بعد دراسه الكليه قال لي لا هنقدم بقى ونخش نقدم بقى في الاوبرا او كونسرفتوار او معهد الموسيقى، لا نقدم وكده. فانا برضو بطبيعه شخصيتي لسه برضو شخصيتي مأثره عليا، اللي هو ايه، لا الدراسه يا بابا وكده. انا هتدرب وهاخد كورس غنى وماشي تمام، ههتم بالموضوع ده بس دراستي. ميادة انت كام سنه؟ 22. لسه مخلصه. لسه متخرجه. طيب ما نزلتيش حفلات اوبرا؟ نزلت حفلات بره الكليه. حفلات تبع في الدكتور كده، وحفلات في الجامعه، وطلعت قبل كده في الاذاعه كان صوت العرب. حلو. ده برضو كان اول خطوه على طول من بعد حفلات الجامعه. بس طيب انا عايزه اسمع حاجه قديم بقى، قديم قوي. قديم كنت قلتي لي ان انت في حاجه حافظاها النجاة، بس مش نجاة الصغيره. فاكراك ومش هنساك. ايه اخبارها؟ تمام. طيب فاكراك ومش هنساك، مهما الزمن قساك. فاكراك ومش هنساك، مهما الزمن قساك. ولا نسيت حبي ورحت مرة عش الهوى المهجور، رحت مرة تزور. عش الهوى المهجور، سلم على قلبي سلم، سلم على قلبي. ده انا قلبي لسه ويا الامل سهران. ده انا قلبي لسانك ويا الامل سهران. تايه في دنيا هواك، مشتاق بقاله زمان. أمانة يا محبوب يلي هواك مكتوب، أمانة يا
عش الهوى المهجور إن رحت مرة تزور، عش الهوى المهجور، سلم على قلبي سلم، سلم على قلبي. الله بجد بتغني الفريد يا مايدة؟ فريد الأطرش؟ أوه. حاجات كتير. لا مش قوي برضه، مش قوي. انا مش كنت ملتزمه قوي بام كلثوم وفايزه احمد نجات. فايزه احمد، طب يلا بص انا هدمر لك صوتك هنا. تمام وانا موافقه. بيت العز. ماشي يلا. هو فعلا بيت العز. بيت العز يا بيتنا، على بابك عنبتنا، لا خضرة وضليلة بترفرف على العيلة، لا خضرة وضليلة بترفرف على العيلة، وتضلل يا حليلة يا حليلة من أول عتبتنا. يا بيت العز يا بيت السعد يا بيت الفرح يا بيتنا. الله 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 على عشرتنا وعلى لمتنا حوالين بعضنا. الله على أجمل أيامنا وعلى أحلامنا وحكايات ليالينا. اللقمة الحلوة جمعنا وتشبعنا وتكفينا، والكلمة الحلوة تفرحنا وتصبحنا وتمسينا. ابعد يا شطان 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 ابعد يا شطان. بيت العز يا بيتنا، على بابك عنبتنا، بيت العز يا بيتنا، على بابك عنبتنا، لا خضرة وضليلة بترفرف على العيلة، لا خضرة وضليلة بترفرف على العيلة، وتضلل يا حليلة يا حليلة من أول عتبتنا. يا بيت العز يا بيت السعد يا بيت الفرح يا بيتنا. أهلا بيكي في بيتنا في حكاوينا بالمصري. مايدة أنت عايزة تعملي إيه الفترة الجاية؟ الفترة الجاية هو أنا خلاص الفترة اللي فاتت دي كنت تعليم غنى وكده، فحبيت إن أنا أنتقل لليفل أعلى شوية وهو الإنشاد، بحيث إن أنا إيه قالوا لي صوتك قوي تمام، طب ليه ما تنشديش؟ طيب ليه مثلا ما تقريش قرآن بقى بصوت كويس أو ابتهالات وكده؟ فالحقيقة الفترة اللي جاية دي أنا هقدم إن شاء الله في مدرسة إنشاد وناوية أتعلم بقى. طب أنت حافظة حاجة تواشيح أو طب يلا. ربنا صلى وسلم والملائكة الكرام، ودعانا كي نصلي على النبي بدر التمام. ربنا صلى وسلم والملائكة الكرام، ودعانا كي نصلي على النبي بدر التمام. يا حبيبي يا محمد يا مظلل بالغمام، يا حبيبي يا محمد يا مظلل بالغمام، جئت نورا للبرايا وأمانا وسلام، جئت نورا للبرايا وأمانا وسلام، وأمانا وسلام. ربنا صلى وسلم
والملائكة الكرام ودعانا كي نصلي على النبي بدر التمام. إنا لله جنودا دون رمح أو لجام، إنا لله جنودا دون رمح أو لجام، فاحفظوا النور ليعلو كلما اشتد الظلام، فاحفظوا النور ليعلو كلما اشتد الظلام، كلما اشتد الظلام. ميادة جات لك مكالمة تليفون وتفاجأتي انه حلمي بكر، بتعملي ايه؟ انت بجد ولا بهزر؟ رد فعلك هيكون ايه؟ عادي عادي؟ هي بانت خلاص، هي حمرت واتكسفت وكل حاجة حصلت. انت عايزني؟ انت عايز ميادة فعلا؟ طب ميادة نقول مثلا انت شايفة مين اللي الفضل اللي وصلك للمرحلة اللي انت فيها دلوقتي؟ كتير، اولهم طبعا بابا وماما، لان بابا أكيد ساعدني في الموضوع ده كتير. وماما طبعا وعيلتي، العيله كلها تقريبا والله. واصحابي. بابا كان دايما مصر على ان انا اكمل. يعني انا كان في اوقات مثلا ما كنتش عايزه، اوقات ما بقاش رايحه البروفا مثلا او التدريب او كده، وبقى يا بابا لا انا عندي امتحانات، يا بابا الدراسه انا خايفه حاجه تعطلني، لا يا ميادة كملي كملي، لا مثلا يبقى في عز الثلج والدنيا بتمطر وكده، لا تعالي اخدك بالعربيه ونروح الكورس او التدريب، لا يلا يا مي. وكان دايما صراحه يديكي تحفيز انك تروحي، ويلا وهقدم لك في كذا، واتفق مع الدكتور وقال له لا وهنقدم في الاوبرا او هنقدم في معهد الموسيقى كدراسه بعد الكليه. بس انا اللي كنت بقى يا بابا لا، وخوف بقى وكده وعدم ثقه يعني. طب بابا بقى بيحب يسمع ايه مسمعه دلوقتي؟ وبتغني لاسمهان يا ميادة؟ اسمهان في حاجات كنت حافظها لها بس الحقيقه دلوقتي مش حاضره. تمام ماشي. بابا بابا بما انه ليه الفضل ان انت هنا معانا دلوقتي، فاحنا بقى بنرفع له صوتنا من هنا. بابا بيحب اوقاتي بتحلو بتاعت ورده. انا بحب ورد على فكرة. اوقاتي بتحلو تحلوي معاك، وحياتي تكمل برضاك. اوقاتي بتحلو تحلوي معاك، وحياتي تكمل برضاك. بحس بروحي بوجودي من اول ما بكون وياك، وبحس بروحي روحي بوجودي من اول ما بكون وياك. ويا روحي ساعد ساعت ملقاك، مش بس اوقاتي بتحلو، دي العيشة والناس والجو. مش بس اوقاتي بتحلو، دي العيشة والناس والجو. مش بس اوقاتي بتحلو، دي العيشة والناس والجو. والدنيا الدنيا الدنيا بتضحك لي، بتضحك لي معاك. ميادة ما تعرضتيش لموقف انك رحتي مناسبة او اي حاجة وحد راح قالك يلا يا ميادة غني حتة كده؟ لا، ده في مناسبة جميلة قوي. كنت مرة في تريننج في مركز قومي للبحوث. تمام. فقاعدين، فكان في 10 دقايق بريك او 5 دقايق مش فاكرة. فأنا طلعت عملت مكالمة في البريك ده ودخلت، لقيت ان كان في دكتور كانت قاعدة بتدي محاضرة او كده، فقالت يا جماعة اللي عنده موهبة يطلع وكده.
فبدون استثناء صحابي الكل اللي قاعدين مياده. فين مياده؟ مياده كانت في التليفون. اه فانا بتكلم في التليفون بره، فدخلت من الباب. انت مياده؟ فمياده كلمي عايزينك. ايه عملت ايه؟ فقالوا لي لا ده عايزينك تغني. فطلعت وقعدت وكده. ف ايه هعمل ايه بقى؟ فراح قالوا لي غني. فراحت هي دكتور قالت لي لا سمعينا حاجه وكده. فرحت مغنيه ساعتها اما براوه بس. فساعتها بقى يعني كان دي اللي كانت مفاجاه بالنسبه لي. بص هم بعتلي في الايربيز بيقولوا لي ايه، احنا معانا دقيقتين هنختم، يا ما خطرتش على بالك يوم يوم تسهرني. اوكي. احنا كنا سعداء بيكي جدا يا مياده، واكيد هنطلع بيكي حلقه كامله. انا واتمنى ان صوتك فعلا يكون وصل، ان الناس تتواصل معانا علشان يقولوا احنا عايزين مياده. ان شاء الله لما نكون معاكي في الحلقه الجايه تكوني وصلتي لحاجه اعلى من كده زي ما باباكي بيتمنى لك وانت بتتمني. انت فعلا شرفتيني النهارده. احنا كل مره بنختم بقفله هي المره دي احنا هنختم بمياده. نسمع بقى مياده. ما خطرتش على بالك يوم تسأل عني وعناي مجا فيها النوم، النوم يا سهرني ده أنا قلبي بيسألني ايه غير احواله ويقول لي بقى يعني ما خطرتش على بال على بال، ده انا قلبي بيسألني ايه غير احواله ويقول لي بقى يعني ما خطرتش على باله. أمال غلاوة حبك فين؟ وفين حنان قلبه عليا؟